وكل بدل ما كل مصارينك. ده انا حكلك بالشبشب على وشك. ما تستبر ياض منك له، ابوك ابو العيله زمانه جاي وجايب معاه كل حاجه. هو فين ابويا ابو العيله دي؟ ايوه هو فين الجدع اللي اسمه ابو العيله دي؟ هو فين عم ابو العيله ده؟ عم؟ حد يقول على ابوه عم؟ احترم نفسك يا علا، في حد يقول لابويا عم؟ هو فين الواد ده وجيه؟ ايوه يا اختي قولوا له يا ابو بمناسبه ايه؟ ده الجعان ما بياكلش والعيان ما بيتعالجش واللي بيتعالج ما بيقومش واللي بينام ما بيحلمش. ياض استبر منك ليه؟ ابوك ابو العيله زمانه جاي وجايب معاه الخير كله. ما اللي بيصبر ما بينولش واللي بينول ما بيصبرش واللي بيستنى ما بياخدش واللي بيبيد ما بيولدش. والنبي لا دور فيك الدار والنبي لا اخنقك واحد خليك ونقطعك في ابو العيله. ابو العيله ابويا جاي ابويا جاي. عشان لازم نكون مع بعض عشان شايلنا نفس الارض عشان بكره اللي مستني ومش عايز يفرق. جبت لكم الخبز يا ولاد. لما عم الحاج يعدي كله يوقف لعبي يهدي والبلي اللي في جيبي ولا السن بتقيبي ولا والسبع بلاطات ولما بنحرق. عوض يا ولاد الخبز جه اتاخرك بس يابا كنت بحفظ في الاغنيه. جبت العيش يا بنت يا فاطمي؟ ايوه يا ابو العيله اهو. وانا جبت لكم الغموز صبور صبور وجبتيه من المخبز الالي. لا يا اخويا استلفته. جدع يا بنت جدع المهم الصرافي. ايوه اهو الغموز جاي صبور صبور اهو 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 حته جبنه مسلسلات لحقت اخر حلقه بالعافيه. اهو خدوا يا عيال انا مش عايز حد يبات من غير عاشة. ايه كله لازم ياكل لازم تتغذوا. تاخدي حته يا بنتي يا فطني؟ لا يا اخويا انت شقيان بالهنا والشفا. ايه ما برضك لازم تاخدي حتي. لا يا اخويا قوي نفسك انت بالهنا والشفا يا بنت البتاعه الكبيره دي هاكلها انا لوحدي يعني. معلش يا اخويا بالهنا والشفا. معلش يا فطنه خدي حتي يلا. لا يا اخويا بالهنا والشفا. حد ياخد الكفر يا عيال؟ ايوه يابا ايوه انا باكل كفرات يابا. كل يا ولد كل يا ولد ما حدش يبات من غير عاش. يا شيخ الغفر. ايوه يا شيخ الغفر. امنت المكان كويس؟ ايوه ما انا هروح امنه اهو. جناب العمده على وصول يا شيخ الغفر. تمام امن لي الواد ده خد يلا. امن تمام يا فندم امن كل الامن مستتب يا فندم. اتفضل يا جناب العمده. السلام عليكم. يا حظ ظابط كل حاجه تمام؟ كله تمام يا عمده. بقول لك ايه؟ اتفضل. هو السحر والاراجوز بدا ولا لسه؟ لا لسه بدري. شاكرين قوي يا حظ ظابط. على اذنك يا عمده. الف الف شكر. عارفه لو كنت اخرتيني على السحر والاراجوز كنت عملت فيك ايه؟ ما انت اللي مستخسر تجيب لي حمار اركبه وانا جاي. ما اخر حمار ركبتيه لزق في الاسفلت. جينا نطلع الحمار الحمار مرضيش ونطق قال مش هطلع وهشتغل مطب صناعي ارحم. يا حلاوه يا اولاد العمده فهم الحمار والحمار فهمه. ايوه اذا كنت فاهمك انت مش هفهم الحمار. ايه دي ايه دي ايه؟ بقول لك ايه يا غفير طارق؟ ايه من الكنتالوبيه الحلوه اللي قاعده جرب العيله دي هناك دي؟ ايوه دي فاطمه مرت ابو العيله وحذاها عيال يامي. دي ايش تواصل ومربى يا علي. بقول لك يا علي ايه؟ هي متجوزاها من قد ايه؟ يجي من 30 سنه كيدي. كفايه عليه كيدي. انا قلت كده برضه. ايه ايه يا عيالين يا يعني دخلت الاكل كله. ايه يا عيال اصبروا اصبروا تخيلي معايا كده يا بنت يا فاطمه حته الجبنه المسلسلات اللي انتوا كلتوها لوحديكوا دي لو هي حته بطي ولا وزي كنت عملتي فيها ايه يا بنت؟ يا سلام يا ابو العيله ده انا كنت اديتك حته قد كده واديت كل عين من العيال ان تقعدوا الحته واني خدت فتفوته. طبعا لو البطه معاكي كنت لهطيها برشي. جرايه يا عمدي هو البط بيتاكل؟ ايوه البط بيتاكل امال بيتعمل بيها ايه؟ البط يقوم فرحان من النوم يغطس ويعوم هوبا يشد ونونا وبطه وصوصه وشطه. بس عيب كده احترمي وزنك عيب. يابا 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 يابا
هو كل حاجة غزل معدة. في زي ما في غزل المعدة في غزل الروح اللي هو الانترتينمنت. ايوه الانترتينمنت، عشان كده انا جايبكم النهارده هنا في الساحي عشان تتفرجوا على الساحر والاراجوز والحاجات الحلوه. صلي على رسول الله. الساحر جه، الساحر جه، الساحر جه. النهارده يا ساده معانا فقرات كتير، معانا حاجات عظيمه هتشوفوها كلها. مع اول فقره، فقره الساحر. الساحر جاي، الساحر جاي يا صحراء، الساحر جاي، الساحر جاي، الساحر جاي يا صحراء، الساحر جاي. الساحر ده يا جماعه عمل كل حاجه، اللي يتعمل واللي ما يتعملش. دلوقتي مع الساحر العظيم عم عبد الرحمن بشكها. لو سمحتوا الموبايلات سايلنت، واللي بيخاف يروح. انا لما كنت صغير كنت بخاف، كنت بتكل على الله واروح، واترميت 20 سنة زي الكلب في الصحراء لحد ما بقيت ساحر تخين يعتمد عليه زي ما انتوا شايفين كده. 20 سنة في الصحراء عشان تبقى ساحر؟ ايوه. كويس انك ما ترميتش 20 سنة في الغابة. ليه؟ كنت هتبقى غبي. شكرا يا حاج ابو العلا. ايه ده؟ عارف ان انا ابو العيلي؟ ده ساحر يا عيال، ده ساحر بجد. ركزوا معايا يا جماعه في اللعبه اللي جايه دي. سخن الدنيا، ما تبقاش متنبل كده. ها، سخن الدنيا. اللعبه دي اسمها سسبنس. يلا، اللعبه دي اسمها الكره المخفيه. الكره اللي ظاهره قدامكم دي يا جماعه وكلنا شايفينها دلوقتي، في ثانيه هتكون مختفيه ومش هتشوفوها. ركزوا معايا، تمبل. الكرة في بقك. لا ده درسي. لا والله ما درسك، دي الكرة. ده درسي بيوجعني. والله الكرة هي، أنا شايفها. الكرة هي يا جماعة. إيه إيه، ما طلعها من بقه. يالا السناحة اللي أنت فيها دي يالا. أنت سنيح يالا؟ أيوه. شغال معايا ولا معاهم يا؟ ركز معايا هنا بدل ما اوقفك جنبيهم. خلاص. اللعبه اللي جايه يا جماعه لعبه من اخطر الالعاب واحبها الى قلبي. لعبه القفص والحمام. تمام؟ زي ما احنا شايفين القفص اهو فاضي، هتتحط عليه الملايه، هتتشد في ثانيه واحده، هتلاقي كميه حمامه مش هتتخيلها يا حاج ابو العيله. الله يخليك. ركزوا معايا يا جماعة. سألت نفسي كتير، مرستش يوم على بر، أنا اللي فيا الخير ولا اللي فيا الشر؟ إيه؟ شر أهو، فين؟ في الحمام. هو في حمام بيقعد لحد الغروب يا حاج أبو العيلة؟ يعني إيه؟ مفيش حمام؟ الحمام كله في الغية دلوقتي. لا مفيش حمام. اجيب لك حاجه تانية؟ يعني ممكن تجيب لي ايه؟ اجيب لك كباب وكفته ورز وبسله وكده يعني. دعابي؟ لا. بيقول دعابي. يعني عشان الجو ما يقفش. ساحر وكوميدي. عشان الجو ما يقفش معانا يا جماعه، ركزوا معايا. اللعبه اللي جايه دي لعبه تحفه. هات يا ابن اللعبه. اكلت الحمامه يا تعشب بيه؟ تعشب بيها. انا بنذرك، انا كل لك، انا وهكهربك انا. ما خلاص يا ست مهاده يا حناوي. تمام، انا هوريك على سنحتك دي. اللعبه دي يا جماعه لعبه السكينه لا تؤذي مؤمن. ممكن تاذي كوكدور. الله عليك يا وديما كمان. اللي تشوفه يا حاج ابو العيله حضرتك بتسخر مني من الصبح. تمام. السكينه دي عرفتني ان انا قد ايه عبد مؤمن، ومش هيحصل لي حاجه حتى لو نطيت من الدور ال20. ركزوا معايا يا جماعه. سسبنس.
السكينة دي سوستة اهي ما بتموتش. ايه يالا انت معجون من سماجة يالا؟ انت سامج ليه النهاردة؟ في ايه؟ هي اللعب مش شغالة ليه؟ ماليش دعوة. تمام ركز معايا بقى. بسم الله. اللعبة اللي جاية دي اسمها لعبة الساعة المخفية. ممكن يا حاج ابو العيلة تساعدنا في اللعبة دي وتبقى قدمت فقرة معانا نستعين بساعتك؟ بساعة تاني؟ ايوه. إيه انا لو معايا ساعة ما كنتش جاي. ايوه يعني ايه؟ يعني معيش الوحيد اللي معاه ساعة في الكفر كله جناب العمدة. العمدة ده؟ ايه؟ بعد اذن جناب العمدة الجميل ممكن نستعين بساعتك؟ ايوه ساعة ومش أي ساعة. بس هتعمل فيها ايه؟ انا هخفيها لك. هتخفيها؟ ان شاء الله. طب بقول لك ايه؟ ما تاخد مراتي تخفيها. انا اخري 80 كيلو في الخفي يا عم. ماشي واحنا نبقى ناكل الباقي. تمام. ركزوا يا جماعة في اللعبة اللي جاية دي. الساعة اهي بتاعة العمدة واخدها من ايده مفيش اي حاجة بايظة فيها. بسم الله. هو السحر في الاول كده بيكسرها لكن اخر اللعبه بيطلعها سليمه. لا اللي اتكسر عمره ما بيتصلح. وده يعلمنا ان احنا ما نديش حاجتنا ابدا لحد غريب. معلش يا عمدي ما تزعلش نفسك فداك. يا ترى الساعه كام دلوقتي؟ دلوقتي يا جماعه هنلم منكم شبه تبرعات عشان نقدر نكمل جولاتنا بقيه انحاء العالم. معلش انا في العربي ضعيف رغم ان الساعه بس احنا استمتعنا يعني. جنيه بحلو يا ساح. شكرا يا جناب العمده. العمده بعت لنا جنيه يا عيال. ايه وانا شغال دليفري؟ مش العمده قال لك اديه لابو العيني؟ لا معليش اديه لابو العيني، ده حقي وعرق اللي تعبت بيه هنا. عرقك انت تخين فبتعرق عادي. يا سلام. طب ويعني انت عملت ايه؟ طب ما هو طب ما انا ساحر ولا لا يا عيال؟ مش انا بقعد اسحر لكم في البيت؟ طب ما هو اوريك حتي. اتفضل. بص اعملوا لي سامبينس. ايوه ايه اللي حصل؟ وانت كان ايه اللي حصل؟ متشكرين جدا يا حاج ابو العيله ونتمنى ان احنا نكون قدمنا لكم حاجات ظريفه تبسطوا بيها. شكرا يا جماعه. سلام. شكرا. سلام يا ساحر. يلا يا ساحر يا فاشل. يا ساحر يا فاشل. يا روما يا عجبكم السحر يا اولاد؟ لا يا عجبناش. يا عيال اصبروا يا عيال اصبروا. انت مفيش حاجه عجبك ابدا؟ دلوقتي الاراجوز يجي وهيمنجهني. اما الان مع الفقره الكوميديه، الفقره اللي كل الناس بتستناها. الفقره دي يا جماعه لفت كل حته. الفقره الكوميديه الاراجوز. شجرة فيهم وقفة تترجصي للأراجوز؟ طب ما بتترجصي ليش أنا؟ لا هو أنت خطيبي؟ طب هو حبيبي. هو أنت خطيبة؟ طب أنا حبيبة. حبتكم سحليا انتوا الجزء قدامي يا بتنتي أراجوز؟ سبب أطرف في المليان. أما أنت صحيح راجل حيوان كذا 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 مفهوم؟ كذا 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 معلوم. دقوا التيران على بيبان المنظر.
عشت اليوم. يا حلاوتهم يا حلاوتهم يا شاوتهم يا شاوتهم يا راجل. يا عم مش هيرد عليك ده اخرس. اخرس ازاي يا عم؟ كان لسه عمال بيغني. لا ده تمثيل، الممثل يعمل اي دور. يعني هو اخرس اما يجي يمثل يكلم؟ طب سلام عليك. سلام عليكم في دور. سلام عليكم يابا. ايه دي؟ ايه دي؟ ده ازاي دي؟ ده غريب. في ايه؟ ده مجنون. تعالى معايا. انا جبت لك وشك طرنشات. انت انا؟ مين؟ فيلم؟ من كلمتين. الاولانيه رشه والثانيه رشه جريئه. مش هو. مش هو ده ابو العيلي؟ ده انا ابو العيلي بيقول لك ايه؟ شاليمون ست كوم ست كوم في الانجليزي لبلب دي مساعد اراجوز اهبل راجل ست اتنين ستات تلات ستات اربع ستات اخرنا خمس ستات ست ستات راجل وست ستات. لا مش هو ده التاني اسمه سامح حسين. لا مش هو مش هو مش هو. برنامج يوم الاثنين على الحياة. انت جاي تحقد ولا ايه؟ ايه ما احنا كنا قاعدين. الحق يا عم سليمان الحق. ليه يا ابني كده بس؟ ده احنا لينا ثلاث سنين قاعدين في البيت. ده احنا ما صدقنا يا ابني، ده سليمان جاله قرح فراش من القعده. اي والله قعدنا ما صدقنا. ايه؟ طب شوف مين اللي هيقبضك. يا عم اتكل على الله. مع السلامة يا رجل. مع السلامة تمثيل. وعليكم السلام. عجبكم الأراجوز يا ولاد؟ لا يابا ما عجبناش. يابا يعجبنا ازاي؟ حرام عليك يابا. أنا صباعي بتوحش بقاله سبع سنين ونفسي في لحسة مرهم طرميسين. ياب لحسة طرميسين ايه؟ أنت تنزل على الغيط وتحط صباعك دي في حتة الطين مع حتة جلة مع حتة سباخ. وتسيبه قد بتاع خمس ست سبع سنين، هو هيقع لوحده ولما يقع ما تشتكيش منه. حاضر يا ابو حاضر. وانا يابا وانا الفسافيس كلت وشي وانت مش عايزني اروح الوحده الصحيه. ايه ما هو كله من كيسبك كله من كيسبك. الفسافيس كلت وشي يابا الفسافيس كلت وشي يابا. اما الوش مين دي؟ بطل كذب بقى. ايه يابا بقى يعني ايه؟ انا فاهم حاجه. انا يا ابو العيل يا ابو العيل خلي بالك من العيال شويه وفك ايدك حبتين. وبعدين الفلوس اللي بتجيلك من القنايه ما حدش يعرف عنها حاجه. جرى ايه يا فاطمه؟ ما اللي بيجيلي من القنايه مع اللي بيجيلي من السياحي بصرفهم عليكوا وانتوا اللي كل يوم بتزيدوا. اقول لك صباح الخير يا فاطمه تحبالي، اقول لك مساء الخير يا فاطمه توليدي. معقوله يا فاطمه؟ وانا اعمل لك ايه يا اخوي؟ وبعدين ما العيال عزوه. لا عزوه ايه؟ ده عيال ما بيتمرش فيهم حاجه ابدا. انا هتكل على الله انا ماشي. استنى يابا. العيال دي عملت لهم ايه؟ وعلى يدك وجبت لهم اسمه ايه دي؟ وايه؟ وايه؟ طيب. يا ابو العيال استنى بس، انت بتقول ايه؟ فهمتوا حاجه من اللي ابوكوا قاله؟ اه كده على طول ابوكم ده يكروتني. لو كروتنا ما يحكمش ولو حكم ما يكروتش. وعلى راي المثل ما تيجوا نشوف. يا شباب العمدي انت فين يا شيخ حسن؟ العمدي يا شيخ حسن انت فين؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه يا شيخ حسن اتاخرت ليه؟ معلش يا عمده انت عارفني احب اطول في خطبه الجمعه. بس النهارده الثلاث. ايه امال ايه المظاهرات والمليونات اللي جايبينها في التلفزيون دي؟ هي مش المظاهرات دي يوم الجمعه؟ ايوه بتبقى يوم الجمعه. اه يبقى الجزيره بتعيد مظاهرات قديمه. سيبك من الموضوع ده. روح لاولاد ابو العيله وقول لهم هم متضايقين منه ليه. يا سلام ده انت تؤمرنا. خليهم يجوا لي عايزهم. ماشي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام طه بركات. ازيكم يا عيال ابو العيلي؟ وانت مالك انت؟ ازيك يا دي يا طه؟ خد تعالى هنا. عايز ايه؟ يا رب تكون سمعت كلامي وسبتك من السكه البطاله اللي انت ماشي فيه. بقول لك ايه يا شيخ حسان؟ البت بهاني جات لي امبارح وقعدت تهويني، وقعدت تعمل لي بالجلابيه كده، وقالت لي خد مفتاح الشقه وتعالى. اعوذ بالله، وانت عملت ايه؟ انا طبعا سمعت نصيحتك وقلت لها لا مش جاي. يعني بهاني الفجر اديتك مفتاح الشقه؟ ايوه. وانت ما روحتش؟ ايوه، سمعت نصيحتك على طول. طب هات مفتاح الشقه دي وبخلي نصيحتي تنفعك. يا راجل يا ضلالي. يا راجل ضلالي ايه؟ اتكلوا على الله، انتوا هتنسوني انا جاي ليه؟ خد يا انت هوش، انا بالعمدة عايزكم. وده هيعوزنا فيه العمدة داروخر. طب والنبي ما احنا رايحين. لا تجادل ولا تناقش، واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. استغفر الله العظيم، الراجل ده شكله طيب والايمان هيبظ من عينيه. وعلى رأي المثل تعالوا نشوفوا عايز ايه. تفضلوا يا اولاد، تفضل يا جناب العمدة، بس خلي بالك من الواد القصير ده عشان شاقي حبتين. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا وكال تعالى يا واد انت. نعم. ايه ولا مزعل الشيخ حسن ليه؟ انا ما جيتش جنبه. ما جيتش جنبه؟ طب انت ما بتروحش الكتاب ليه؟ كنت نايم. طب ما بتروحش صلاه الظهر ليه؟ كنت في النادي. طب ما روحتش المقرأة اللي بعد صلاه الظهر ليه؟ يا عم اسمي جورج. جورج؟ طب ما بتروحش الكنيسه ليه؟ انا اسمي كوهين. طب ما بتروحش المعبد ليه؟ في ايه؟ مالكم يا اولاد، في ايه؟ انتوا متضايقين من ايه اصلا؟ ابو العيله دي تعبنا والله، ولا بيأكلني ولا بيشربني ولا بيعالجني ولا بيلبسني. اطمنوا، انا هأكلكم وهلبسكم وهنغناخكم كلكم يا غفير طارق. ايوه، وزع المعلوم. هات يلا وجاب. وديه كمان. حيو 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 حيو. زيت ورز وسكر. وايه ده يا عمدي؟ دي لحمه يا ولد، انت عمرك ما شفتها ولا ايه؟ هنشوفها فين بس يا جناب العمدي؟ معايا هتشوفوا كل حاجه. ده انا هجلجلكم. طب الجمعه الجايه معرض للسلع المعمري. ايه ايه؟ ادعوا له ادعوا له يا مرميد ابوه. وكمان ادعوا له يا مرميد ابوه. نحن نحمل الخير للقاريه كلها. تكبير الله اكبر. تكبير الله اكبر. اهو اهو يا حظاظ، مش دي تعتبر مخالفه؟ مخالفه ايه يا ابو العيله؟ الراجل صعبان عليه العيال وبيساعدهم. يساعدهم ليه؟ دول عيالاني، انا اللي مسؤول عنهم وانا اللي اصرف عليهم. يصرف عليهم هو ليه؟ ما انت لو كنت بتصرف عليهم كويس ما كانوش بصوا للزيت والسكر يا ابو العيله. يعني انت مش هتعمل لي حاجه يا حظاظي؟ ما اقدرش اعمل لك حاجه يا ابو العيله بعد اذنك. ماشي. تعالوا يا اولاد هاكلكم اكله حلوه قوي. خد يا ولد توهوبه هنا. تعال يا ولد توهوبه. جرايها جنب العوم. جرايها يا ابو العيله. انت مالك ومال العيال؟ يا اخي عايز اكلهم لقمه ترم عظموهم. انت مالك ومال عظموهم؟ انا باكلهم ومشربهم وكل حاجه. حد منكم محتاج حاجه يا عيال؟ ايوه محتاجين. اهو الحمد لله ما فيش حد محتاج حاجه. يعني الحق عليا اني عايز اكلهم؟ ايوه طبعا، مالكش دعوه بعيالي. عايز تاكلهم؟ ايوه. اكلني معاهم. يلا طلق يا ابو العيلي. طلق يا ابو العيلي؟ اطلق دلوقتي؟ ايوه دلوقتي. يعني ناو ناو. واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. معقوله اطلقك يا فاطمه؟ لا يا اخوي، لا انا مش هطلقها. جرايها جنب العوم دي. انت ناس انني اول واحد في الكفر كله اتجوزت. انا صاحب اول ضربه زوجيه في الكفر كله. ايوه انا مش هطلق يا جنب العوم دي، مش هطلق. فاكره يا فاطني؟ فاكره اما انت والعيال لما كنت بتحبوني كنت بتغنوا لي وكنت بتقولوا لي ايه؟ ايوه فاكره يا اخوي، ودي ايام تتنسي؟ اخترنا اخترنا يوم ما زرع قلعنا معاه. اخترنا اخترنا يوم ما فرحنا كدنا معاه. طيب ما انا ياما استحملت النشاز بتاعكم ما قلتش حاجه.
لاني مش هطلق ابدا، مش هطلق، مش عشان، لا عشان فاطمي وعشان عيالي دول. يا عم احنا عيالك وبنقول لك امشي. بنقول لك ارحل. ارحل يا عم. ارحل 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 يعني امشي. هي اها يلي ما بتفهمش. هي اها لا مش هطلق برضه. يرضيك يا فاطمي. يا عيال عيب، ده برضك ابوكو. ابوني ده احنا هنعصر على نفسنا لابوني. هو كل واحد يجي لنا شويه تقولوا عليه ابوني؟ احنا خلاص مالناش اب، وبعدين احنا حبينا العمده. وعلى راي المثل اكتر واحد بيصلي وحافظ كلام ربنا. هو مين ده يا ولد اللي حافظ كلام ربنا؟ انت يا كلام العمده. ايوه صح. ايه استاذن انا بقى يا عمده. اتفضل يا حظاظ. بعد اذنك يا حظاظ. ايه يا ابو العيال، يعني انت يرضيك كده؟ يرضيك انني اطلق فاطمه غصب عني عشان العمده يتجوزها غصب عني؟ ابو العلا دي مسائل شخصيه ما تدخلنيش انا فيها. بعد اذنك يا عمده. اتفضل يا حظاظ. اتفضل ما نجيلكش حاجه حلوه. اتفضل ماشي يا حظاظ. انا مش هطلقك يا فاطمه. ايوه مش هطلقك. انا مش هطلقك ولا اسيب الدار دي ابدا. انا اتولدت هيني وعشت هيني وهموت هيني وهندفن هيني. تموت هنا وتندفن هيني؟ امال انا اتجوز فين؟ طبعا انا هتجوز هيني. امضي يا ابو العلا امضي. امضي 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 يعني ابصر. هي اها يلي ما بتفهمش. هي اها امضي يعني ابصم يلي ما بتفهمش. مش موزون انتوا اي حاجه جايبينها من التحرير وخلاص. اخس عليكوا اخس بقى كده تعملوا كده فيا وانا اللي فاكراكوا راضيين وحمدين. انا معاك يا قمر للصبح. سهرتنا صباحي. حمدين وصباحي مش مباشره دي. امضي يا ابو العيله امضي. امضي العمده ده مفتري، ده ممكن يجيب جمعيه انصار بيت العمده يرموا لك عبوه ناسفه في الزير يولعوا في الدار. لا يولعوا في الدار. انا مش هوافق ابدا اي نقطه دم تنزل في الدار. احنا لسه مسحيين. طب طلع يلا ارمي اليمين. حاضر فاطمي. ايوه يا ابو العلي. فاطمي. ايوه فاطمه. انت مستعجله ليه؟ ما تصبري فاطمي. انت طالق. طلاق مبارك ان شاء الله. يا دي المباشره. بقول لك يا جناب العمده، عايزك في كلمه سر. قول يا شيخ حسان. عايزين نلحق نمضى ابو العلي قبل ما يرجع في كلامه. انا ما برجعش في كلامه ابدا. الدور والباء على جناب العمدي اللي بيقول الحاجه ويرجع فيها على طول، ده انتوا هتشوفوا ايام سودي. الا مين ده ولا اللي بيقول الحاجه ويرجع فيها على طول؟ انت يا جناب العمدي. ايوه صح. ايوه طلع يا ابو العلي. واطيعوا الله واطيعوا الرسول. بس يا راجل يا اخنف بس. حاضر هطلع ابو العلي. هاني، تامر، هيثم، في أسامي كده تاني؟ مهند. مهند يا بتاع تركي. بقول لك يا جناب العمدي، ايه؟ عشان تتجوز فاطمة لازم تطبق شرع الله وما تنساش العدة. ايوه طبعا لازم اطبق شرع الله وما انساش العدة. اتفضل ادي العدة اهي. إذا كان دي العدة فالدفاتر دفاترني والورق ورقني. مبروك يا أولاد، أبوكوا طلق. إيه يا نجاب بنور يا سيدي العرسان، يا سيدي العرسان يا قمر ومنور عالخلان، سيدي عالخلان. آه يا نجاب، آه يا نجاب، آه يا نجاب، آه يا نجاب، حلو يا نجاب. ما يا نجاب بنور يا سيدي العرسان. هروح اتاكد ان مفيش حد في الدار واجيلك على طول عشان عايز بوسي. بوسي؟ عايز بوسي؟ بيقول لي هاتي بوسه يا ام ستي ويا دي الحسن، العمده فاكرها كوسه. اديله ولا ايه؟ اديله ولا انت بتسالي تديله ولا ايه؟ انت عايزه تديله ولا ايه؟ اللي جابك هنا يا ابو العيله؟ أنا جاي هرمي المونوتوف ده على العمدة وهولع فيه. هو جو يعني خلاكي تطلعي مني غصب عني يا فاطمة. والنبي ما تزعل يا أبو العيلة وما تعملش في روحك كده. خايفة علي؟ أيوة يا أخوي. خايفة علي؟ لا ما تخافيش، وأنا وحدي في المونوتوف هاخد بال. أنا اتعلمت من طلبة الجامعات.
ماشي. ما تخافيش يا فاطمه. وانت يا اخويا ما تخافش، والله ما هيلمس شعره من راسي. اوعي يلمس شعره من راسك يا فاطمه. ما تخافش. ايوه بس شعرك سهل اللمسه اهو يا بيه. لا يا اخويا والنبي ما تخاف. اوعي ليك يا فاطمه. العمده جه الدار الدار. قولي له اخوي. اخويا ايه ما هو عارفك. ايوه صح. طب الدار فين؟ الدار هنا هنا. ايوه ايوه الدار هنا. خد اهو. أنا هالدار مكان طائر النهضة. إيه؟ ماشي. حلو كده؟ لف الناحية التانية؟ عايزة فاس ولا بروفايل؟ يا أخويا ارسع لأي بوز. طب اعملي لي لايك. هعمل لك إجنور. طب استنى لما أقول لك كومنت. أخيراً بقينا لوحدينا يا قمر. تعالي لي يا بطي. اصبر يا عمدة الله. إيه اصبر دي؟ أنا أقول لك تعالي لي يا بطي وأنت